السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان الاحوال ديالكم تكون بخير وعلى خير. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي فيه ان شاء الله واحد الوصفة اللي هو كيراتين طبيعي للشعر. كما شفتوا البنات في اخر فيديو كنت صبغت شعري ووريتكم الطريقه باش تصبغوا شعركم. المهم شعري حسيت بيه بحال شويه جاف، نشف شويه. هادشي علاش بغيت ندير ليه هاد الكيراتين الطبيعي وبغيت نشاركه معكم. وجربوه حيت راه زوين بزاف بزاف بزاف. وكما كتعرفوا بلا ما نطول عليكم انني ما كنحطش شي وصفه من غير ما انها تكون مجربه 100%. المهم قبل ما نبدا بغيت نشكر كاع الناس اللي انضموا للقناه ديالي، والله العظيم الا فرحانه بزاف بزاف بزاف. يعني فيما كنحل كنلقى الناس تزادوا، هذا الشيء كيفرحني. هذا دليل على ان الحمد لله القناه غاده مزيان، وهذا دليل على ان الناس يعني عجباتهم القناه ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. وان شاء الله مازال كاين الجديد ان شاء الله. وبغيت نشكر تحيه خاصه لكاع الناس اللي خداو من وقتهم وتفرجوا في الفيديوهات ديالي، وشكرا بزاف بزاف على لي كومونتير الزوينين. وكما قالت لي واحد الاخت، نتمنى انك ما تبدليش. لا اختي ان شاء الله ما غاديش نتبدل، ووفاء اللي شتي اليوم ان شاء الله غادي تبقى هي وفاء ديال من هنا ل100 عام اخرى ان شاء الله، علاش لا. ونتمنى القناه ان شاء الله تكبر من 1000 ل100000 ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم حيت بزاف كيقولوا لي كطولي، ما عرفتش كنشد الكاميرا وكنبدا بلا 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 ما كنحبسش. المهم ندوزو للوصفه ان شاء الله. والمهم البنات الوصفه كما تشوفوا، كما قلت لكم من قبل، راه كيراتين طبيعي 100%. الوصفه البنات فيها ان شاء الله 4 المعالق ديال الخميره الكيماويه. كما كتشوفوا الخميره اللي كنعجنوا بها، انا عندي حبوب، خاصكم هذه البنات حبوب. وهنا عندي 4 المعالق ديال زيت العود، والماء عندي 6 المعالق ديال الماء. المهم البنات ندوزوا ان شاء الله للطريقه. المهم البنات كما تشوفوا، بالنسبه للبنات المقادير، انا درت 4 المعالق ديال الخميره، وغندير 4 المعالق ديال الزيت و6 ديال الماء. راه هاد المقادير تقدروا ديروا غير نص المقادير، حيت انا شعري طويل، هذاك الشيء علاش درت هاد المقادير. يعني بالنسبه للناس اللي شعرهم قصير يمكن لكم ديروا 2 معالق من الخميره الكيميائيه، و2 معالق ديال الزيت، و3 المعالق ديال الماء. انا دوبلت المقادير حيت شعري طويل. المهم نكملوا الطريقه. هنا بالنسبه ل 4 المعالق ديال الخميره غادي نضيفوا عليهم 6 المعالق ديال الماء، وغادي نبقاو نحركوا. هنا خاصنا نحركوا مزيان بواحد السرعه باش ما تكورش لينا الخميره. كما تشوفوا البنات خاصنا نحركوا مزيان 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 حتى يتجانس لينا الماء مع الخميره. كما تشوفوا البنات هاد العمليه البنات ديال الخميره مع الماء راه كتشد شويه الوقت، تقريبا واحد ربع ساعه. وحنا كنحركوا حتى تدخل لينا، مازال باقا كيبان ليا انني عندي شويه الكويرات، ما يبقاوش هاد الكويرات، ما تبقى حتى كويره. كما تشوفوا البنات دابا مزيان، يعني المقادير كامله دخلات مع بعضياتها. وهنا غادي نبداو نضيفوا زيت العود. كما تشوفي ها معلقه ونص تقريبا، ها جوج،
ثلاثة وهنا أربعة تقريبا ديال المعلقات. المهم هنا من بعد ما ضفت زيت العود غادي نعاود نفس العملية، نحاول جميع المقادير تدخل مع بعضياتها، كنحركو مزيان تيتدخل اللون الخميرة والزيت العود. كما تشوفوا البنات ها هما تقريبا بداو كيتميلونجيو كما تشوفوا. غادي نزيد واحد شوية، يعني هادشي كيبغي واحد النفس، ولكن علاش لا، ماشي مشكل باش نتهلاو في ريوسنا. وهادشي انا كنحاول نعطيكم يعني حوايج اللي ديروهم في الدار، يعني ما تخسروش فلوس برا، يعني في العوض ما غديري هاد الكيراتين في الصالون ولا هذا، الاحسن فيما تبغي تدوشي. المهم البنات واحد القضيه، هاد الوصفه ديال الشعر كدار على الشعر نقي، ما كدارش الشعر ممسخ. المهم كديريها لمده ساعه ومن بعد كتغسلي شعرك كما تشوفوا البنات. انا هنايا الوصفه عندي جاهزه كما كتشوفوا. دابا غتنتقلوا معايا للمرحله الاخرى، كما كتعرفوا انا اي حاجه كنجربها قدامكم غادي نابليكيها دابا على شعري، خليكم معايا. وهنا البنات من بعد ما وجدات لي الوصفه هي هدي كما تشوفوا، العناصر راها دخلات مع بعضياتها. شفتوا البنات دابا غادي نحاول نابليكيها على شعري، ومن بعد غادي نغطي شعري بالسولوفان او البلاستيك الغذائي، وغادي نخليها لمده ساعه ومن بعد غادي نغسل شعري. مهم البنات نحاول نوريكم غير شويه، نحاول نوريكم كيفاش غادي نابليكيها. مهم تحاولوا تجبدوا شويه بحال كتديروا الترطيبه بحال هكاك. المهم وهادي تحت، عرفتوا البنات راها زوينه هاد الوصفه، كتعطي واحد اللمعان وواحد الرطوبه للشعر من غير الفيتامينات. وانتم عارفين منافع الخميره ومنافع زيت العود، يعني فيها واحد المنافع زوينه. مهم البنات انا دابا وريتكم تقريبا هاد القدام كما تشوفوا، هو دهنتو ودابا غادي نكمل شعري كامل ونرجع معاكم. المهم البنات هنا كما تشوفوا انا ابليكيت الوصفه على شعري كامل ومشطته بالبروسه، يعني بروسه عاديه اللي عندكم كتمشطوا بها. وهنا غادي ندير السولوفان وصافي، غادي نخليها لمده ساعه في شعري، ومن بعد ديك الساعه غادي نغسلوه ان شاء الله. داسي تقطع ليا هذا، هاكو هاكا البنات، خاصها تبقى واحد الساعه في الشعر في الراس. وهذا السولوفان هو اللي كيخلي الشعر باش يعرق، وتعطي الوصفه المفعول ديالها. المهم هنا السولوفان داروه لينا باش نديرو بيه نغلفو بيه الغداء الماكله، ونغلفو بيه الحوايج يعني اللي كنستعملو اليوميه، حنا ولينا كنستعملوه لشعرنا. لينا وهنا البنات هانتوما كتشوفوا انا دابا غادي نخليه لمده ساعه، ومن بعد غادي ندخل ان شاء الله ندوش. المهم البنات اللي ما جرباتوش تاكل العصا،
جربوا وباش ما كان ردوا عليا. بغيت نقول لكم، نعاود نقول لكم شكرا بزاف 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 على الناس اللي شاركوا معايا. انا فرحانة بزاف صراحة. المهم كنتمنى يزيدوا مازال يدخلوا الناس. اللي عجباتو القناة يشارك معايا. الناس اللي قدام معايا مرحبا بكم، ألف مرحبا، وخليكم ديما معايا. المهم كنقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.